فإذا نجحنا في تمتين الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إشعال انتفاضة فلسطينية داخلية كما كان الأمر مع انتفاضة 87، انتفاضة الحجارة التي أجبرتهم على بعض التنازلات هنا وهناك، وكما كان الأمر في انتفاضة الأقصى، يجب أن تقوم انتفاضة اليوم. كل الظروف الدولية مؤاتية من أجل أن ينتزع الفلسطينيون حلا حقيقيا يكون جزءا من حل كامل لقضيتهم.